أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية التي اهتمت بعدة قضايا في إعدادها الصادر اليوم الثلاثاء، جاء على رأسها تواصل القرارات الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان بالقدس والضفة بالإضافة إلى ملف المفاوضات. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: مناقصات جديدة مرتقبة لتوسيع الاستيطان في القدس، مخطط لبناء 230 وحدة في مستوطنة معون ولمصادرة 4000 دنم من أراضي يطا، وباريس تأسف لخطة إسرائيلية لمساعدة مستوطنات. وفي عنوان آخر: مطالبة القيادة الفلسطينية بالتراجع عن موافقتها على استئناف المفاوضات. ونقرأ أيضا: الأحمد يقول مشعل وافق على المفاوضات وحماس تتهرب من المصالحة. وفي الشأن المصري: الجيش والحكومة يعرضان حل وسط والإخوان يرفضون. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية في معون، وبنت يعد بتوسيع الاستيطان بالقدس، الرئيس يستقبل مبعوثا بريطانيا ويتسلم تقرير ديوان الموظفين. وفي الشأن المصري: الإخوان في مصر يرفضون طلبا من مبعوثين دوليين بقبول الحقيقة، والأونروا تسلم محمد عساف جواز سفر الأمم المتحدة. ونطالع في صحيفة الأيام: إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس، ونتنياهو يأمر بتشكيل هيئة لتجنيد المسيحيين في الجيش. وفي الشأن المصري: الإخوان يرفضون الإقرار بانتهاء عهد مرسي، والرئاسة المصرية تؤكد تمسكها بخارطة الطريق، وأبو مرزوق يقول الوضع المصري غير جاهز لاستضافة المصالحة الفلسطينية. ننتقل بكم إلى الصحافة الدولية التي عاد الملف السوري ليتصدر اهتمامها إلى جانب الملف المصري. صحيفة الشرق الأوسط السعودية كتبت على رأس صفحتها الرئيسية: المعارضة السورية تتقدم في ريف اللاذقية وتمرد في صفوف ميليشيات النظام، والأسد يكثف ظهوره لرفع معنويات مؤيديه. وفي الصحيفة أيضا: البرادعي يقول حتى يبدأ الحوار مع الإخوان يجب أن يعلنوا نبذ العنف. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: تركيا المؤبد لقائد الجيش السابق لانتقاده تغلغل جماعات دينية في الدولة، ومصر يوم حاسم لجهود الوساطة. ونقرأ أيضا: النظام السوري تلقى صفعة رمزية في اللاذقية، وقواته تستخدم الكيماوي مجددا في ريف دمشق. ختام هذه الجولة، أجمل تحية وأترككم عبر زي ما نشرت الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.